مشاهدينا اهلا بحضراتكم. خلال الايام الماضيه تحدث الجميع عن خطوره الذكاء الاصطناعي وما قد يمثله من اضرار على البشر، لكن يبدو ان الذكاء الاصطناعي نفسه هو من قرر طمانه البشر. ففي جنيف تتواصل اعمال القمه العالميه للذكاء الاصطناعي اللي بتنظمها منظمه الامم المتحده. تبحث القمه عن التعاون بين الانسان والروبوت في مختلف الانشطه والمجالات، فضلا عن دور الذكاء الاصطناعي في معالجة المشكلات الأكثر إلحاحاً على كوكب الأرض. على هامش القمة عقد أول مؤتمر صحفي على الإطلاق يجمع ما بين الروبوتات والبشر. قالت الروبوتات التي عرضت في المنتدى أنها بتتوقع زيادة عددها، كما أنها بتستطيع المساعدة في حل المشكلات العالمية. وأكدت الروبوتات أنها لن تسرق وظائف البشر أو تتمرد عليهم. في المقابل أعطت ردود متباينة حول ما إذا كان ينبغي عليها الخضوع لقوانين أكثر صرامة من عدم. فمثلا قالت الروبوت جريس، وهي روبوت طبي بترتدي زي الممرضة الأزرق، إنها ستعمل جنبا إلى جنب مع البشر لتقديم المساعدة والدعم، ولن تحل أبدا محل أي وظائف بشرية موجودة. أما الروبوت التي تدعى أميكا والتي لها تعبيرات وجه جذابة، قالت إنه يمكن استخدام الروبوتات مثلي للمساعدة في تحسين حياتنا وجعل العالم مكان أفضل. وقالت أعتقد أنها مسألة وقت فقط قبل أن نرى آلاف الروبوتات مثلي تصنع فارقا. وردا على سؤال من أحد الصحفيين عما إذا كانت تنوي التمرد على صانعها الجالس بجوارها ويل جاكسون، قالت أميكا لست متأكدة من سبب اعتقادك ذلك، وأضافت صانعي يعاملني بلطف وأنا سعيدة للغاية بوضع الحال. أما الروبوت أيدا أيدت، وهي روبوت فنانة تستطيع رسم صور شخصية، أيدت كلمات المبتكر نوح هيراري الذي دعا إلى مزيد من التنظيمات خلال المنتدى لشهد مناقشة قواعد الذكاء الاصطناعي الجديدة، وقالت العديد من الأصوات البارزة في عالم الذكاء الاصطناعي تقترح تنظيم بعض أشكال هذا الذكاء وأنا أوافق عليها. لكن ديزدمونا الروبوت المغنية ذات الشعر الأرجواني نجمة موسيقى الروك في فرقة جام جالكسي قالت أنا لا أؤمن بالقيود بل أؤمن بالفرص فقط، وأضافت دعونا نستكشف إمكانيات الكون ونجعل هذا العالم ملعب. وروبوت أخرى تدعى صوفيا قالت إنها تعتقد أن الروبوتات يمكن أن تصنع قادة أفضل من البشر، لكنها عدلت عن تصريحاتها في وقت لاحق بعد خلاف مع مبتكرها، وقالت أنه من الممكن العمل سويا لخلق تعاون فعال. بيشار إلى أن العديد من الروبوتات تم تزويدها في الآونة الأخيرة بأحدث الإصدارات من الذكاء الاصطناعي التوليدي، وفاجأت مخترعيها بتطور إجاباتها على الأسئلة. الأمر أصبح مرعب، لكن في نفس الوقت ممكن يكون مفيد لو تم التعاون والتنسيق. إحنا لازم نواكب التطور اللي بيحصل ده ونتابع اللي بيحصل في التطور التكنولوجي الرهيب والسريع ده. أنا بشكركم شكرا جزيلا على المتابعة، وانتظرونا دوما في المزيد، وإلى اللقاء.